بنلاحظ انه في كثير من اولادنا بيغاروا من خيهم الصغير او الكبير واوقات من اصحابه. الغيره هي شعور طبيعي ولو نتج عنا سلوكيات صعبه. الولد عاده بيغار لانه بيشوف انه في شخص ثاني عم بيشاركه اهتمام امه وبيه، واوقات بيغار لانه بيكون ثقته بحاله ضعيفه ودائما بحاجه يقارن حاله بغيره وبيشوف انه هو مش احسن منه. نحن كيف فينا نساعد اولادنا لما يغاروا؟ اول شيء خلينا نخبرهم انه فاهمين مشاعرهم، خلينا نساعدهم يعبروا عن مشاعرهم بالحكي. مثلا اذا انا عم طعمي طفلي الصغير وابني الاكبر صار يبكي ويصرخ وينام على الارض، فيه يقول له انه انا فهمين عليك، انت بدك ياني، انت بحاجه لالي، خيك كمان بحاجه لالي، هلا عم طعمي خيك ولما خلص رح كون انا وياك. البكي والصريخ ما بيساعدني افهم عليك. خلينا نخصص وقت يومي مع اولادنا، هيك بحسوا هن انه في عندهم اهتمام خاص فيهم، واكيد هيدا الوقت لازم يعرفوا نقلهم انه انا عم بمضي هيدا الوقت معك وانا حابه اني اكون معك. كمان خلينا دائما ناكد لهم انه نحن مهتمين فيهم ونحن بنحبهم، دائما نقول لاولادنا انه نحن بنحبهم. خلينا كمان ما نقارنهم باخواتهم وبغير اولاد، كل ولد بيتميز بشيء وكل ولد عنده شيء كتير حلو لازم نحن ندوي عليه. هنوا ولادكم وشجعوهم لما ينجزوا شيء عادة ما بيقدروا يعملوه أو لو إشياء كانت كتير بسيطة. كل ما نحن شجعناهم كل ما زادت ثقتهم بحالهم، كل ما خف شعورهم أنه هن بحاجة يقارنوا حالهم بغيرهم. وإذا كان في ولد لح يجي على العيلة فينا نحضرهم نفسياً، نقول لهم لح يصير عندك أخت أو خي وهيدا الشيء أكيد ما رح يغير من حبي لإلك، صحيح لح اهتم فيه كتير بس لح ضلني لاقي وقت حتى أقضي معك.